طيب، من يذكر لي أركان الصلاة؟ سبحان الله، البقية ما يصلوا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله. العلم إذا دخل مرتب بإذن الله يخرج مرتب، أما يدخل مشوش ما يخرج أصلا إلا إن شاء الله. يعني تسأل بعض الطلاب ما أركان الصلاة؟ يقول أركان الصلاة أركان الصلاة السجود على الأضلاع السبعة، أيوة، قال وتكبيرة الإحرام والتشهد الأخير. يا أخي احفظ وتعال. صحيح هذا في الغالب أنه ما يأتي به، لكن تسأل الأخ طالب علم رتب العلم وكذا ما هي أركان الصلاة؟ قال الحمد لله، قيام مع قدرة تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع من سجود أعضاء السبع. الحمد لله، حتى هذا لو ترك ركن لا إشكال لديه لأنه رتب العلم. تسأل عن الوارثين من الذكور، ما من أذكر لي الوارثين من الذكور؟ يقول الوارثين الابن وابن الابن والاب والجد واخ شقيق واخ لاب واخ لام وابن اخ شقيق وابن لاخ لاب وعم شقيق وعم لاب وابن عم شقيق وابن عم لاب والزوج المعتق. هذا اللي يحفظ. تسال تقول اقرا لي من كذا، يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرا. اما اللي تلكا في القراءه وكذا هذا مو حافظ. فالعلم اخواننا رتبوا لنا العلماء العلم، بقي بس فقط نمشي. مفهوم؟ فما يصح تقول تكبيرة الإحرام يا رجل، رتب أوقف. الأول القيام مع القدرة، تمام، القيام ركن من أركان الصلاة في الفريضة أو في النافلة. في الفريضة فتح الله عليك اجلس. إذن القيام ركن من أركان الصلاة في الفريضة، ويصح أن يصلي النافلة جالسا لكن يأخذ نصف أجر القائم. قال القيام مع القدرة، كيف نعرف أنه قادر أو غير قادر؟ إما أن يكون غير قادر بالكلية، مشلول مثلا، أو يقدر على القيام لكن يأتي ألم شديد حتى لا يخشع في صلاته، فهذا غير قادر. إذا قيام مع القدرة في الفريضة، أما النافلة صح أن يصلي جالسا لكن يأخذ نصف أجر القائم. بعد هذا بسم الله تكبير ايش؟ تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة في الفريضة أو في النافلة؟ تنتين. خطأ. الآن النافلة. النافلة نافلة يا شيخ. إيه نافل، إذا ما صلى النافلة كلها ما عليه شيء، نقول له لا تكبر تكبيرة الإحرام في النافلة، ما عندك إشكال، لأنك لو ما صليت النافلة كلها لا إشكال لديك. صح؟ ولا تقرأ الفاتحة في النافلة. باطلة النافلة يا شيخ. لا يا أخي افهمني. لا الآن هذا الأخ ما صلى النافلة عليه شيء؟ لا شيء. قال أنا أريد أصلي النافلة بدون تكبيرة الإحرام. لا يا أخي، إذا ترك الصلاة كلها ماشي لا شيء عليه، كيف لو ترك جزء؟ باطلة النافلة يا أخي. لماذا تبطل؟ الله يهديك، تبطلها عليه وهو صلى قرأ الفاتحة وركع وسجد. يا أخي صحيح، لكن هو لو لم يصلي النافلة كلها على شيء؟ إذا ما يكبر تكبيرة الإحرام، ما عنده شيء. لا وإنا إليه راجعون. لماذا يا أخي إذا ما صلى النافلة كاملة لا شيء عليه، وإذا ترك تكبيرة الإحرام صلاة باطلة؟ بل نقول له هذا، نقول أنت تتلاعب في دين الله، إما أن تصلي الصلاة كما أمر الله أو لا تصلي. هذا النافلة، أما الفريضة لابد تصلي أو كافر. نعم. اجلس فتح الله عليك. طيب، قراءة الفاتحة كم آية من الفاتحة؟ الفاتحة كاملة، هل يقرأ الفاتحة كاملة أو ناقصة؟ لابد. إذا لابد من قراءة الفاتحة كاملة في أي ركعة، الأولى أو الثانية؟ في كل ركعة. في الفريضة أو في النافلة؟
يا أخي النافلة لو ترك النافلة كاملة لا شيء عليه. تبطل. تبطل. نعم فتح الله عليك. أصبر. إذا لابد من قراءة الفاتحة كاملة في كل ركعة. وفي الفريضة وفي النافلة. وفي السرية وفي الجهرية. نعم. إلا في حالة واحدة. تسقط عنه الفاتحة. إذا أدرك الإمام راكعا يكبر ويركع وتسقط عن الفاتحة بقول النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ لابد من قراءة الفاتحة كاملة مرتبة بآياتها وكلماتها وحروفها وحركاتها. لو ترك منها شيء فالصلاة باطلة. مفهوم؟ إذا أهم سورة تحفظها وتعرف تفسيرها سورة الفاتحة. الله يفتح عليك. بعده بسم الله. الركوع. الركوع بعد الركوع عن الوقوف. ايش الوقوف؟ الوقوف الاستقامة. الاعتدال. اجلس اجلس. بسم الله. الركوع. الركوع الاعتدال بعد الركوع. الاعتدال. السجود على الأضلاع السبعة. السجود على الأضلاع السبعة. الجلسة بين السجدتين. الجلسة بين السجدتين. نعم. لا تكلم يا أخي. ثم الطمأنينة. الطمأنينة. كيف تعرف الطمأنينة؟ تعرف الطمأنينة بأن يأتي بالذكر الوارد في هذا الركن. يعني في السجود قال سبحان ربي العلى، في الغالب حصل الطمأنينة. بين السجدتين قال ربي اغفر لي، حصل الطمأنينة. الترتيب بين الأركان اللي ما يقدم ركن على ركن. ثم التشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان. عيد. نعم. تكبيرة الإحرام. إنا لله وإنا. يا أخواننا اتركوا قم اجلس اجلس. نعم خلنا نشوف. نعم الشهادة الأخيرة. الشهادة من أول. من أول أركان الصلاة. تكبير الإحرام. لا قم مع قم. هل أنت إلى أن تعد؟ القيام مع القدرة. قيام مع القدرة. تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام. قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة. الركوع. الركوع. اعتدال من الركوع. السجود. سجود على السبعة. إيه. الجلستين. الاعتدال من السجود والجلسة بين السجدتين. الاعتدال والجلسة. الاعتدال والجلسة. التشهد. إخواننا اتركوا. الطمأنينة. نعم. التشهد. الترتيب. الترتيب بين الأركان. التشهد الأخير. الصلاة. الجلوس له. الجلوس له. الصلاة الإبراهيمية. الصلاة الإبراهيمية. التسليمتان. والتسليمتان. تعرف تعيد؟ إن شاء الله تعيد. اجلس. نعم. وفي الاستقامة. القيام مع القدرة. القيام مع القدرة. تكبيرة الإحرام. قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة. الركوع. السجود. والاعتدال من الركوع. السجود على السبعة. والرفع منه. والجلسة بين السجدتين. والطمأنينة. والترتيب. والتشهد الأخير. والجلوس له. والصلاة الإبراهيمية وتسليمته. إيش الحفظ هذا؟ من أذكرها لي يا أخوان؟ أجلس. بسم الله ما شاء الله. قيام مع القدرة. تكبيرة الإحرام. طبعا تذر ما دام نسيت تكبيرة الإحرام. سؤال في تكبيرة الإحرام. هذا الأخ يصلي خلف الإمام، يصلي ماذا؟ ونسي تكبيرة الإحرام، ماذا عليه؟ نسي. يا أخي يصلي خلف الإمام ما يصلي وحده. نسي الفاتحة خلف الإمام في صلاة الظهر، ماذا عليه؟ يا أخي يصلي خلف الإمام، الإمام قرأ الفاتحة والإمام كبر تكبيرة الإحرام. هو هذا يقول، هذا يقول الحمد لله الإمام كبر وكذا. نقول الإمام ما يتحمل أركان. الإمام ما يتحمل الأركان، الصلاة باطلة. كيف ما يكبر تكبيرة الإحرام؟ أصلا ما دخل في الصلاة إذا لم يكبر تكبيرة الإحرام، صح؟ هل الإمام ما يتحمل الأركان؟ ما يتحمل الأركان. يلا من جديد. القيام مع القدرة. القيام مع القدرة. قراءة الفاتحة.
لا حول ولا قوة إلا بالله. المانو الثانية هذه قيام مع القدرة، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع والرفع منه والاعتدال من الركوع، سجود أعضاء السبع. يا أخوان اتركوهم يا شيخ. طيب ادخلوا، أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام. نعم، الرفع منه، السجود والرفع منه، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة، والترتيب بين الأركان، الأخير التشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الإبراهيمية والتسليمتان. هذا ما يصلح الحفظ. من يأخذكم؟ ها يا شيخ. بسم الله. القيام مع القدرة، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، اعتدال، سجود أعضاء السبعة، ثم الاعتدال والجلسة بين السجدتين، طمأنينة، الترتيب بين الأركان، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الإبراهيمية والتسليمتان. ما يصلح. بسم الله. قيام مع القدرة، تكبير ترى حرام، قراءة الفاتحة، ركوع، اعتدال، أعضاء السبعة، اعتدال، الجلسة بين السجدتين، طمأنينة، ترتيب، التشهد الأخير، والجلوس له، الصلاة على النبي صح. أيضا في خلل. من يذكرها إخواني؟ بسم الله. قيام مع القدرة، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع منه، السجود على أعضاء السبعة، الاعتدال والجلسة بين السجدتين، طمأنينة، ترتيب بين الأركان، التشهد الأخير، الجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم. فتح الله عليك. يعني هذا قريب منه. المفروض يسرد سرد. نعم. لا حول ولا قوة.